بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 42 بعد 100. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فقد سئل الشيخ رحمه الله عن إسلام معاوية بن أبي سفيان متى كان، وهل كان إيمانه كإيمان غيره؟ فأجاب رحمه الله بقوله: إيمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ثابت بالنقل المتواتر وإجماع أهل العلم على ذلك، كإيمان أمثاله ممن آمن عام فتح مكة، مثل أخيه يزيد بن أبي سفيان، ومثل سهيل بن عمرو، وصفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، والحارث بن هشام، وأبي أسد بن أبي العاص بن أمية، وأمثال هؤلاء. فإن هؤلاء يسمون الطلقاء، فإنهم آمنوا عام الفتح وأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عليهم وأعطاهم وتألفهم. وقد روي أن معاوية بن أبي سفيان أسلم قبل ذلك وهاجر، كما أسلم خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة الحجبي قبل فتح مكة، وهاجروا إلى المدينة. فإن كان هذا صحيحا فهو من المهاجرين، وأما إسلامه عام الفتح مع من ذكر فمتفق عليه بين العلماء، سواء كان أسلم قبل ذلك أو لم يكن إسلامه إلا عام الفتح. ولكن بعض الكذابين زعم أنه حير أباه بإسلامه، وهذا كذب بالاتفاق من أهل العلم بالحديث. وكان هؤلاء المذكورون من أحسن الناس إسلاما وأحمدهم سيرة، لم يتهموا بسوء، ولم يتهمهم أحد من أهل العلم بنفاق كما اتهم غيرهم، بل ظهر من حسن إسلامهم طاعة الله ورسوله وحب الله ورسوله والجهاد في سبيل الله وحفظ حدود الله ما دل على حسن إيمانهم في الباطن وحسن إسلامهم. ومنهم من أمره النبي صلى الله عليه وسلم واستعمله نائبا له، كما استعمل عتاب بن أسيد أميرا على مكة نائبا عنه، وكان من خيار المسلمين. كان يقول: يا أهل مكة، والله لا يبلغني أن أحدا منكم قد تخلف عن الصلاة إلا ضربت عنقه. قد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ابن حرب أبا معاوية على نجران نائبا له، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان عامله على نجران. وكان معاوية أحسن إسلاما من أبيه باتفاق أهل العلم، كما أن أخاه يزيد بن أبي سفيان كان أفضل منه ومن أبيه، ولهذا استعمله أبو بكر الصديق رضي الله عنه على قتال النصارى حين فتح الشام. وكان هؤلاء الأمراء الذين استعملهم أبو بكر الصديق ووصاه بوصية، وكان هو أحد الأمراء الذين استعملهم أبو بكر الصديق وصاه بوصية معروفة نقلها أهل العلم واعتمدوا عليها، ذكرها مالك في الموطأ وغيره. ومشى أبو بكر رضي الله عنه في ركابه مشيعا له، فقال له: يا خليفة رسول الله، إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال: لست بنازل ولست براكب، أحتسب خطايا هذه في سبيل الله عز وجل. وكان عمرو بن العاص أحد الأمراء، وأبو عبيدة ابن الجراح أيضا، وقدم عليهم خالد بن الوليد لشجاعته ومنفعته في الجهاد. فلما توفي أبو بكر ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا عبيدة أميرا على الجميع، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شديدا في الله، فولى أبا عبيدة لأنه كان لينا، وكان أبو بكر رضي الله عنه لينا، وخالد شديدا على الكفار، فولى اللين الشديد وولى الشديد اللين ليعتدل الأمر. وكلاهما فعل ما هو أحب
إلى الله ما هو أحب إلى الله تعالى في حقه، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق، وكان شديدا على الكفار والمنافقين، نعته الله تعالى بأكمل الشرائع كما قال تعالى في نعت أمته: أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال فيهم: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار أصحابه في أسارى بدر وأشار عليه أبو بكر بأخذ الفدية منهم وإطلاقهم، وأشار عليه عمر بضرب رقابهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من البز، ويشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الصخر، وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم الخليل إذ قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثل عيسى بن مريم إذ قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ومثلك يا عمر مثل نوح عليه السلام إذ قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ومثل موسى بن عمران إذ قال: ربنا اطمس على أموالهم، ربنا اطمس على قلوبهم، إذ قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما نعتهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وزيريه من أهل الأرض. قد ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سرير عمر بن الخطاب لما وضع وجاء الناس يصلون عليه قال ابن عباس: فالتفت فإذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: والله ما على وجه الأرض أحد أحب إلي من أن ألقى الله بعمله من هذا الميت، والله إني لأرجو أن يحشرك الله مع صاحبيك، فإني كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، إلى أن قال الشيخ رحمه الله: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، جعل الله تعالى فيه من الشدة ما لم يكن فيه قبل ذلك، حتى فاق عمر في ذلك، حتى قاتل أهل الردة بعد أن جهز جيش أسامة، وكان ذلك تكميلا له لكمال النبي صلى الله عليه وسلم الذي صار خليفة له. ولما استخلف عمر جعل الله فيه من الرحمة والرأفة ما لم يكن فيه قبل ذلك تكميلا له، حتى صار أمير المؤمنين. ولهذا استعمل هذا خالدا، واستعمل هذا أبا عبيدة، وكان يزيد بن أبي سفيان على الشام إلى أن ولي عمر، فمات يزيد بن أبي سفيان، فاستعمل عمر معاوية مكان أخيه يزيد، وبقي معاوية على ولايته تمام خلافته، وعمر ورعيته تشكره وتشكر سيرته وتواليه وتحبه لما رأوا فيه من حلمه وعدله، حتى إنه لم يشكه منهم مشتك ولا تظلمه منهم متظلم. ويزيد ابن معاوية ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ولد في خلافة عثمان، وإنما سماه أبوه يزيد باسم عمه الذي هو من الصحابة. وقد شهد معاوية وأخوه يزيد وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وغيرهم من مسلمة الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين، ودخلوا في قوله تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. وكانوا من المؤمنين الذين أنزل الله سكينته عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الطائف،
لما حاصر الطائف ورماها بالمنجنيق، وشهدوا غزو النصارى بالشام وأنزل الله فيها سورة براءة وهي غزوة ذات وهي غزوة العسرة وهي غزوة العسرة التي جهز فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه جيش العسرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهذه آخر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيها قتال. وهؤلاء المذكورون دخلوا في قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فإن هؤلاء الطلقاء مسلمة الفتح هم ممن أنفق من بعد وقاتل، وقد وعدهم الله الحسنى، فإنهم أنفقوا بحنين والطائف وقاتلوا فيهما رضي الله عنهم، وهم أيضا دخلوا في من رضي الله عنهم حيث قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإن السابقين هم الذين أسلموا قبل الحديبية كالذين بايعوه تحت الشجرة الذين أنزل الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة كانوا أكثر من 1400 كلهم من أهل الجنة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وبهذا القدر في هذه الحلقة نكتفي، ولله الحمد والمنة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.